صل يا خلق الأجنة على نبيك نور الدجنة. صل يا خلق الأجنة على نبيك نور الدجنة. ربي يا خلق الأجنة وما حوى الكون نار وجنة. على نبيك نور الدجنة في النهار ما أجعل لجنة وفي البهيمة الليل جنة. على نبيك نور الدجنة وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك كلمة كنت قد قلتها في درس في داخلية الكلاكلة داخلية جامعة السودان، وكنت بحكي في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي بن أخطب، وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها، يعني دخل بها في الطريق. وعشان أوضح المعلومة لبعض الطلاب قلت كلمة، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كاتل بها ملف، فكان القصد منا إنه أوضح المعلومة للطلاب، لكن بعد توفيق الله عز وجل تبين لنا هذه الكلمة خطأ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، حقه العظيم وجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا تراجع عنها والرجوع عن إلى الحق فضيلة كما يذكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه. أمر الأرقى وهو أن سبه عليه الصلاة والسلام أو شتمه أو انتقاصه أو لمزه أو همزه أو عيب دينه أو خصلة من خصاله صلوات الله وسلامه عليه كفر يقتل صاحبه، وحتى لو تاب لا ينظر في توبته وإنما يقتل على هذا اتفق المسلمون. قال ابن سحنون رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن انتقاصه صلى الله عليه وسلم كفر، ومن انتقصه جار عليه الوعيد يوم القيامة، وحكمه عند الأمة القتل، وحكمه أي حكم من فعل ذلك، وحكمه عند الأمة القتل. والحجة في هذا، وقد قلنا إن من قواعد العلم أن الإنسان إذا ذكر حكما يلزمه الدليل، وإذا ذكر قولا يلزمه الإسناد والإحالة على من قاله. فالحجة في هذا أن العلماء قالوا أن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه حكمه القتل ما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الصحابة كان أعمى، وكانت له جارية أم ولد أنجب منها ولدان، وكانت هذه الجارية أم الولد تحبه، أي تحب هذا الصحابي الأعمى، لكنها كانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. وذات يوم أغمد فيها المغول وهو السيف القصير وهو أعمى، تحسسها حتى أتى على بطنها فوضع عليه السيف ثم اتكى عليه حتى مات. فلما ماتت تلطخ الجدار وما حول الدار تلطخ بدمها، فذكر ذلك لما أصبحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهو لا يدري من القاتل ولا من المقتول، لا يعلم من القاتل، فقال: أنشد الله رجلا يعلم عن هذا شيئا ولي عليه حق إلا أخبرنا. فقام هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه وأرضاه يتخطى الصفوف ويتزلزل، يعني يتحرك كأنه لا يستطيع أن يثبت لأنه أعمى، حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إنها جارية لي وقد أنجبت منها غلامين كأمثال اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، أي أنها تحسن إلي، وكانت بي رفيقة مشفقة، إلا أنها كانت تقع فيك، أي تتكلم فيك، فالبارحة وقعت فيك فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فعمدت إلى المغول، قلنا المغول السيف القصير، فجعلته في بطنها فاتكأت عليه حتى ماتت. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال: فاشهدوا أن دمها هدر. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. من هنا أخذ العلماء أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه شخصيا أو همزه أو لمزه بأي قول فإن حكمه بإجماع المسلمين أن يقتل حتى لو أظهر التوبة
قيل تقبل وقيل لا تقبل، وأيا كان أحد القولين تقبل أو لا تقبل فإنه يجرى عليه حكم القتل وأمره إلى الله جل وعلا إن صحت توبته أو لم تصح. وهذا كله يدل على ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من مقام. والعرب تقول وبضدها تتميز الأشياء، فإذا كان حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه القتل فإن الأجر العظيم لمن نصره صلوات الله وسلامه عليه وأيد سنته وأحياها وزاد عن دينه وذكر الناس به صلوات الله وسلامه عليه، فيكون أجره على قدر محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم ونشره لسنته وذوده عنها. ولذلك انبر العلماء سلفا وخلفا جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وذكر محاسنه والتحدث بأخباره عليه الصلاة والسلام، يبتغون بذلك الأجر المسألة. ويرى بعض العلماء أنه إذا تاب فإنها لا تقبل توبته ويقتل كافرا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال في زاد المستقنع: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره فهو كافر. هكذا قال العلماء وقال شيخ الإسلام، ولا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماء الأمصار وسلف الأمة، منعقد الإجماع على كفره. قال الإمام أحمد: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، هذا حكمه. وجرد النبي عليه الصلاة والسلام جرد أفراداً ومجموعات لقتل من وقع فيه. وكان عبد الله بن أبي يستحق أن يقتل، لكن ما منعه من قتله إلا خشية أن يقول العرب محمد يقتل أصحابه. ولذلك فإن هذا الحكم يبين أن القضية خطيرة جداً، ولا يجوز التلاعب بها، ولا يجوز العفو فيها، ولا يجوز تخفيفها إلى السجن، لا المؤبد ولا غير المؤبد. من ثبت أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من ضرب عنقه، لا يجوز إبقاؤه حياً، لا بد من إقامة الحد عليه. هكذا جاءت الأدلة. ثم اليوم الذين يستهزئون بالشريعة، بالله وآياته ورسوله وبعباده المؤمنين أصحاب الطاعات والتمسك بالدين، لا يتنقصون منهم إلا لتمسكهم بالدين، لا لسبب شخصي ولا لشيء في خلقتهم أو سلوك، إنما هو الباعث على الاستهزاء بهم تمسكهم بدين الله.